الدولة الفلسطينية اليوم في ضوء المتغيرات داخليا وخارجيا أين هي في المقابل استمرار للحصار للاستيطان للأسر وعدد ما شئت من ممارسات إسرائيل؟ يعني خلينا نميز بين مسألتين. بالأول من حيث المبدأ أنه قضية الدولة الفلسطينية قضية موضوعيا هي بيد القيادة الفلسطينية، دعني أقول تطبيق قيام الدولة الفلسطينية قضية صراع. يعني نميز بين مسألة الحق والمبدأ وإعلانه وكيفية ممارسة الحق والمبدأ وإعلانه. هناك فجوة بين المسألتين لاعتبارات الآن أنا سبق حكيت عنها مطولا وكثيرا، ولكن لا أريد الآن أن أعود للتطرق مجددا. ولكن نعم هناك دولة فلسطينية موجودة نظريا في الأمم المتحدة، في العالم معترف بها بشكل أو بآخر. يستطيع الرئيس محمود عباس خلال 24 ساعة يعلن قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية المحتلة وفق قرار الأمم المتحدة 1967-2012. لماذا لا يقوم بذلك؟ لا يستطيع أي شخص على الإطلاق. أنا شخصيا حكيت سابقا يعني السؤال يمكن وجه الرئيس، بس أنا أعتقد أنه تقدير خاطئ، ويعني موقف سياسي لا يوجد فيه تحدي سياسي بالمعنى الكافي. في ارتعاش، في تردد، في خوف من أنه إسرائيل تقوم بفعل كذا، وإحنا تحت الاحتلال. يعني لن يتغير عليك شيء سوى أن تنتقل من وضع ذاتي تحت سيطرة الإدارة المدنية إلى أن تعود قوات الاحتلال لتفرض ذاتها على مؤسسات السلطة. بعتقد ساعتها هنا ستنقل المعركة كليا من مكان إلى مكان لتصبح دولة فلسطين. بعتقد أن العالم في ظل المتغيرات، وأنا شخصيا من الناس اللي يتحدثون على أنه هناك بدت ملامح تشكيل حل ممكن مع التطورات الجديدة بالعالم، سواء أوروبيا عربيا أمريكيا. سيد عصفور، يعني ذهاب مرحلة ترامب بما لها وعليها. نعم، في هذه الجزئية سنتحدث على عجالة. الدولة الفلسطينية قائمة من وجهة نظركم على صعيد الأروقة الدولية، لكن على الأرض ربما الأمور تختلف بسبب الممارسات الإسرائيلية، هكذا فهمت منك؟ مرتعشة، نعم صحيح. هي غير هي زالت لا تزال في حالة ارتعاش بين أن يقرر الرئيس تحديدا وليس غيره، أنا لا أتعامل مع الآخرين بمعنى هم أصحاب قرار، وتشكيلها. وبعتقد يعني أنا بقول بمنتهى الصراحة سيكون لديه يعني حالة من الشعبية التي لا يتوقعها بشخص أو بآخر. لأن الشعب الفلسطيني يبحث عن تحدي سياسي وليس عن حالة خمول سياسي. الشعب الفلسطيني من 2005 حتى هذه اللحظة يعيش أحد أسوأ فتراته السياسية الظلامية التوسعية الاستيطانية منذ 1948. يعني من 94 ل 2004 عشنا فترات معينة، من 2002 ل 2004 عشنا معركة كفاحية طويلة، بغض النظر أنه دولة الاحتلال أعادت تدمير السلطة وكذا، ولكن عمليا الشعب الفلسطيني بقيادة الزعيم الخالد المؤسس رفض الاستسلام لمنطق إما أو. قالوا لدينا حق ويجب أن نعمله ضمن معادلة وليس ضمن خروج على المعادلة. الآن أبو مازن لديه أوراق أضعاف 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 ما كان لدى الرئيس ياسر عرفات ما بعد قمة كامب ديفيد. سنتحدث في هذه الأوراق سيد عصفور. لو أراد يستطيع أن يقلب المعادلة.